هاي أنا دينا شعبان وده The You in Human. معظمنا عايشين في مجتمعات مختلفة، معظمنا مش عايشين لوحدنا، وكتير بنلاقي لما بيجي ناخد القرارات في حياتنا اللي احنا بنحسها عايزين نعملها لنفسنا، بنلاقي ان احنا مهتمين قوي بآراء الناس اللي حوالينا والناس هتقول علينا ايه، وبنلاقي ان احنا بعد كده معظم القرارات اللي احنا بناخدها في حياتنا مش القرار الصح لينا، وساعات بتبقى مؤذية لينا. بس اللحظة اللي احنا بنبدأ نسمع الصوت اللي جوانا وبنبدأ نقرر ان احنا ناخد القرارات اللي بتبقى مفيدة بالنسبة لنا والحاجات اللي احنا بجد عايزين نعملها لنفسنا، دي اللحظة اللي حياتنا كلها بتختلف وبنبدأ نعيش الحياة اللي احنا بنحلم بيها. ومعانا النهاردة جاست اضطرت تاخد قرارات صعبة قوي في حياتها وعملتها بكورج رهيبة، وفي وقت في حياتها قررت ان هي تشتغل على نفسها علشان اكتشفت ان الطريقة الوحيدة ان احنا نعرف نعيش حياة سعيدة هي لما نشتغل على الحاجات في حياتنا اللي كانت مضايقانا او القرارات اللي احنا خدناها اللي ممكن ما تبقاش صح، وعلى طول نبدأ نطور من نفسنا. معنا النهاردة فيروز عيد. هاي هاي. انا فيروز بجد مش قادرة اشرح لك قد ايه انا مبسوطة ان احنا اخيرا عرفنا نقعد مع بعض، عشان انا كنت عاملة لك فولو على انستغرام من زمان، ومن اكتر حاجات اللي انا لاحظتها ان انتي طبيعية جدا، مش بتحاولي تخبي حاجة عن الفولورز بتاعتك خالص، بتحاولي توري الحياة بطريقة طبيعية، الحاجات الحلوة والحاجات اللي ساعات بنحسها مش حلوة، ودي اكتر حاجة بحسها الناس بتخاف منها، بنخاف نوري نفسنا على طبيعتنا بميك اب من غير ميك اب، الايام الحلوه قوي بالنسبه لنا واحنا فرحانين، والايام اللي بنحس ان احنا مش قادرين ومحتاجين مساعده ومحتاجين نتعلم ازاي نسال على المساعده. هو انا اكشلي بتكسف جدا surprisingly. I believe you though. الناس بتبقى فاكره I am very real على السوشيال ميديا، بس الناس بتبقى فاكره ان انا في الحقيقه as fluffy and as positive. انا فعلا بتكسف، انا introvert جدا، my circle is like this small. ف yes. بس انا very shy person. انا اكتشفت كده في January اللي فات لما قابلتك. yes. في لما سافرنا مع بعض. لما سافرنا مع بعض، عشان انا كنت الفيروز اللي انا اعرفها، عشان احنا برضو كنا بنتكلم على التليفون، فيروز اللي اعرفها very outgoing ومتكسفش من اي حاجه وبتوري الحياه الطبيعيه. بعدين لما قابلتك اكتشفت actually ان انتي بتتكسفي. yes. بتحبي البرايفسي بتاعتك قوي. I value my privacy. so anyways كنت بقولك اكتشفت ان انتي بتتكسفي، فالسؤال بتاعي ايه اللي خلاكي تحسي ان انتي لما تطلعي على السوشيال ميديا حاسة ان انتي عايزة تطلعي بالطريقة طبيعية ومتخبيش الحلو والوحش؟ هو للأسف ما عنديش اختيار، يعني بحس ان انا في حاجات فيا لو ما عملتهاش بالطريقة الصح ما بعرفش أكمل فيها. يعني حاولت على فكرة، أنا بقالي 10 سنين من أول الناس اللي ابتدوا يبقى في حاجة أصلاً اسمها نيتيف عند content creation. ف من 10 سنين؟ يس 2000 كان كنت لسه مخلفة علي من 11 سنة actually. ف I've been through so many phases in public، بس في نفس الوقت ما كنتش طول الوقت كده، يعني ما كنتش عارفة how to exist sometimes، ما كنتش عارفة why am I here، I questioned حاجات كتيرة، I would disappear شوية وارجع شوية. 11 سنة actually 11 سنة بالضبط، فلقيت ان انا the only way I know how to make it consistent because social media you have to be very consistent للأسف. is to actually be real and yes and to, it's to be myself. yeah. بس I've learned along the way برضو how to أبقى عندي privacy بتاعتي for other people they think and this is everything but I choose to show certain things. okay. but they're always real so it's I call it filtered reality. it's real but it's not everything. اكيد مش كل حاجه في حياتي هعرف اتكلم فيها واطلع اقولها. بس I can مثلا this week it was a very tough week for me فما بعرفش اطلع وابقى عادي، ممكن I can just post حاجات that are very real واقول I'm just having a tough week so this is what I did today. so I stayed with my daughter في العربية نغني أغنية قبل ما نطلع البيت بس because it was a tough day. yeah. مش لازم بقول ليه tough day، مش لازم بقول حصل لي وعمل لي. أيوة بس دي حقيقة، بس كمان البالانس ده ساعات بيبقى صعب قوي ان انت تعرفي ازاي تعملي ده، عشان البرشر بتاع السوشيال ميديا بتحسي انه عشان افضل relevant لازم continuously post. بالزبط. فبتبدأي تحسي ان انت محتاجة تغيري من نفسك او تغيري من الكونتنت
علشان يبقى عندك حاجة على طول تعمل لها بوست. بس الحقيقة ان انت مش كل يوم هتحس ان انت قادرة yes. ومش كل يوم هتحس ان انت مبسوطة, والايام اللي انت مش مبسوطة مش عايزة تحسي ان انت بتطلعي على السوشيال ميديا وبتحسسي الناس ان على طول كل حاجة is amazing وكل على طول كل حاجة روزي, عشان that's not life yes. and we forget that. وانت من اكتر الناس اونلاين اللي بتتكلم في الحاجات دي, ومن الحاجات اللي انت بتتكلمي فيها حاجة انت مرتي بيها في حياتك, انا بحسها من اصعب الحاجات اللي ممكن واحد يمر بيها في مصر وفي الشرق الاوسط, هي ان انت تاخدي القرار ان انت تطلقي. انا بحس انه صعب قوي الواحد يبقى عارف اعمل ده امتى واعمله ازاي, وهل ده اصلا القرار الصح, ولو انا معيش اي حد حواليا برضو هقرر اعمل كده ولا لا, طب انا لو عندي عيال بعمل ايه. فالمشوار اللي انت مرتي بيه, يعني ايه اللحظه اللي انت خدتي فيه القرار ده, وايه المشوار كان ماشي ازاي معاكي, عملتي ايه؟ سؤال كبير قوي. انا اسفه. بس بحس ان احنا جايين هنا فلازم بحس ان قرار الطلاق ده بيجي كل حد مختلف. انا هتكلم على ماي بيرسونال اكسبيرينس, لا جاي على سنين ما بتبقاش بصحى عايزه اطلق. انا شخص to be very honest عمري في حياتي ما تخيلت ان انا ابقى single mom. بالعكس, out of all of the things that I imagined I would be, this is not one of them. خالص. انا تربيت في بيت في اب وام, ويعني كتب عليهم قصه من كتر ما هم their friends, their best friends, شايلين مع بعض, supportive. معنى الاب والام ومعنى الاثنين متجوزين مش بس اب وام. فتربيت في بيت this is all I know. This is what a family looks like. Mom and a dad and one big happy family. ما عرفش أي حاجة تانية. I didn't know what divorce بجد. I didn't know what divorce was. فبالنسبة لي أصلا أخد قرار طلاق ده كانت حاجة كبيرة جدا جدا جدا, و I didn't take it غير بعد سنين. يعني اللي هو الفكرة أصلا ما كانتش بتيجي في بالي. كان صعب قوي يعني. واو, انا معظم الناس اللي انا بسمعها بتسمعي انه هما ما شافوش اهلهم كويسين مع بعض, فما كانوش عارفين يعني ايه الريليشن شيب او الجوازه تبقى جوازه صح. فانت عندك العكس. فلما بداتي تحسي بالحاجات دي كان القرار ده كان صعب قوي بزياده, علشان اهلك كانوا كويسين مع بعض وعمرك اصلا ما شفتي الحاجات دي خالص. بحس اكشلي الاطفال اللي كبروا اهلهم اتطلقوا دول بيبقوا خايفين يتطلقوا في يوم من الايام, عشان they know it feels like as a kid of divorced parents, فبيبقوا they want to avoid this for their kids. فبحس ان دي بتبقى حاجة بالنسبة لهم برضو مش option, مش it doesn't make it any easier. For me it was just different in مش في بالي. وانا مش في بالي الطلاق اصلا. ده option في حياتي. هو مش موجود يعني, ياريت يبقى موجود وافكر وافهم وابقى عارفة background وهيحصل ايه, انا معرفش. I didn't know. فما كانش option بالنسبة لي. بس I tried everything and I think ان انا اتجوزت صغيرة قوي. انا I got married 21 years old. فكان قرارك انت تتجوزي؟ كان قراري yes, okay. yes. كان قراري و I was happily married for a while وبعد كده. انا فاهمة. انا actually I wanted to say انا بحس عامة لما احنا بنتجوز صغير قوي, يعني انا مثلا بحاول افكر دلوقتي في اول العشرينات انا بجد ما كنتش عارفة انا مين, انا مش عارفة انا عايزة ايه, مش عارفة حتى لما اجي افكر في الجواز الشخص اللي انا عايزه اتجوزه محتاج يبقى عنده 1 2 3 حاجات, دي اصلا ما كانتش في دماغي. وانا بحس ان احنا عامه جوه الجواز كل واحد بيتغير وكل واحد بييفولف, ولما الايفولوشن ده بيحصل او التغيرات دي بتحصل في حياتي بتلاقي ان كل واحد يا راح في ناحيه او اتغير بشكل غير التاني, فبنحس ان احنا بعد كده انا محتاجه حاجه مختلفه او انا بقيت شخص مختلف. انا بحس بكده يعني. انا دلوقتي بقعد افكر انا دلوقتي في الثلاثينات مختلفه تماما طبعا يس. وهتتغيري وهتقعدي تتغيري وتبقي حد تاني خالص. بس انا ما كنتش بفكر في الحاجات دي يعني. الحاجات اللي انا يعني انا عايزه اشتغل ايه, عايزه اتجوز مين, كنت انا بحس ان انا كنت ماشيه كده وخلاص, مش حاطه في دماغي طب انا عايزه ايه وامشي على الهدف ده. ما كانش في الكلام ده خالص بالنسبه لي انا شخصيا يعني. لا انا اكشلي انا كنت عارفه انا كنت عايزه ايه وبشتغل. يعني انا بشتغل من عندي 16 سنه okay. وكنت عارفه ان انا one day I'm gonna be an entrepreneur and I started my business when I was 21 و I knew that I wanted to get married. يعني I've always known what I want. بس يمكن
الغلطة اللي أنا غلطتها أن أنا كنت عايزة كل حاجة دلوقتي ومع okay. بعض, وخلصت مايلستونز كتير قوي في حياتي بدري قوي. يعني I started a business وعملت الحمد لله حاجات كويسة قوي that I achieved بالنسبة للجولز بتاعتي في شغلي. I had two kids, I had a boy and a girl, I got married. مايلستونز كبيرة that برضو part of working on myself I realized أن أنا achiever قوي, فما باخدش وقتي أن أنا حتى استمتع بالمايلستون دي. أيوة. I had my kids really young. ففجأة دلوقتي بقى I'm living backwards. يعني ولادي كبروا, they're like 11 8 and I'm still young. يعني yeah. فاهمة. فالمايلستونز دي كنت عارفة أنا عايزة إيه, بس ما كانش عندي صبر. إن على فكرة doesn't have to happen دلوقتي, ممكن قدام شوية. trust the process. I didn't trust the process. حسيت إن it's in my hands قوي to make it happen دلوقتي, ويلا وده وده وده. بعد كده I realized هو طب أنتي مبسوطة؟ Are you happy? Are you genuinely happy with your life? بننسى نسأل نفسنا السؤال. Yes. And then I got لي فترة برضو where I lowered my standard of what do I want to feel. got لي فترة أنا بجد my goal في حياتي ما كانش إن أنا أبقى سعيدة خالص. ف ودلوقتي ده أكبر goal في حياتي, عشان لو أنا سعيدة هعرف أسعد ولادي, هعرف أبقى شخص I can add value لأي حد في حياتي, مش بس إن أنا I exist. ف مهمة قوي ان الواحد يرجع برضو يشوف القرار اللي انا باخده ده. السعادة is not selfish, هي مش حاجة شالو, مش حاجة on the surface. السعادة is something that is essential, والمفروض standard بتاعي انا شخصيا في حياتي ان انا هل انا هبقى مبسوطة ولا لا, قرار ده يبسطني ولا لا. صح. لما جيتي تشوفي ايه هي السعادة بالنسبة لك, اكتشفتي ان هي ايه؟ I think السعادة ان انا او لسه بتكتشفي هي ايه. يعني انا بالنسبة لي سعادة ان الواحد يبقى عنده الحرية ان هو يعيش حياته بالطريقة اللي هو عايزها, والطريقة اللي هو عايزها دي ممكن يبقى شكلها مختلف في كل فترة. يعني انا كل ما بتغير وكل ما بكبر وكل ما ولادي بيكبروا الشكل بيتغير, بس الاحساس ما بيتغيرش. فاحساس السعادة انت بتبقي عارفة ان انت مبسوطة, وما بحطلوش limit of ان انا حاجة معينة. I can be whatever I want. I can do whatever I want. بس الإحساس مش بيتغير. That's amazing. أنا عمري ما فكرت فيها بالطريقة دي, إنه اللي أنا عايزة بيتغير بس الإحساس نفسه ما بيتغيرش. أنا بحس إن إحنا ما تعلمناش إزاي نكتشف إيه هو السعادة بالنسبة لنا. بحس عامة إن إحنا للأسف يعني معظمنا تعلمنا نفكر في الناس اللي حوالينا الأول. yes. قبل ما نشوف إحنا محتاجين نعمل إيه. عرفتي بقى الترانزيشن ده حصل إزاي؟ يعني لما خدتي لما وقفتي وحسيتي خلاص أنا محتاجة, يعني خلاص أنا الريليشنشيب دي كانت جميلة وخدت وقتها, دلوقتي أنا حاسة أنا في فيز في حياتي like أنا محتاجة أتطلق. الترانزيشن ده حصل إزاي؟ عشان أنا بحس إنه معظم الناس بتخاف تعمل تاخد القرار ده, وما بتبقاش تعرف هي عايزة تعمل إيه أو هتعمله إزاي أصلا أو تقول لأهلها إيه. بصي, بحس قرار الطلاق بتبقي عارفة إن هو صح لما you don't need to ask a single person if you're doing the right thing or not. okay. because أنا قعدت سنين كتيرة قوي I want to know, I want to be validated. كنت بدور على الفاليديشن ده من بابايا, من مامتي, من عيلتي, من اصحابي. انا محتاجه ابقى validated. ويوم لما عرفت ان انا مش مستنيه حد يقول لي ان ده قرار صح, is the day that I knew ان this is the right decision for me. So how do you decide لو القرار اللي انت بتاخديه ده صح؟ مفيش قرار صح بالنسبة للناس كلها, بس there's the right decision for you to meet your true self. فحتى لو أنا كنت, يعني أنا برضو متربية في بيت زي ما بقولك اللي هو بالنسبة لأهلي لا طلاق إيه ومش طلاق إيه, they support a family, they support this is what they know. إن العيلة الولادة عشان يتربوا صح, يتربوا مبسوطين وسويين, لازم يطلعوا في بيت فيه أب وأم. I don't blame them عشان هما this is what they know. yeah. I figured I spoke to my dad actually, قلت له الوقت هيوريك ان اطفال سويين ملهاش علاقه تبقى اب وام مع بعض. yes. ليه علاقه ان يبقى الاب سوي والام سويه, وتوجذر بقى باي تايم ممكن نحاول ان احنا نطلع ولاد يعني مبسوطين برضو. ف it was a fight, بس I fought the fight عشان خلاص انت once you see something you can't unsee it. لما بتاخدي قرار الطلاق
ما ينفعش تاخديه out of غضب, out of زعل, out of, ما ينفعش يبقى فيه emotions بتبقى out of awareness عشان الفيلينجز بتتغير معاكي. ما ينفعش تبقي غضبانه النهارده وانا عايزه اطلق وتهدي بكره وتقولي لا خلاص انا رجعت في قراري, بس ان الاويرنس ده هيكمل معاكي النهارده وكمان 10 سنين. How you feel بقى is how you feel. اهلا وسهلا, الفيلينجز بتيجي وتروح, it's energy just flowing. النهارده زعلانه, النهارده حزينه, النهارده you miss him, النهارده you don't miss him, النهارده غضبانه, has nothing to do with your decision. ف I think حتى فترة طويلة قوي I'm linking the decision of divorce to how I feel. I was kind of resisting certain emotions عشان كنت حاسة ان دول موقفيني from the decision. لما I accepted in how I feel is there's nothing I can do about it. خلاص it's okay ان انتي you can love a person and actually decide to let them go. You can be in love with a person and decide to let them go. It's how you feel, your heart wants what it wants. بس في الاخر في ده لازم نفكر فيه بيه وده بقى اللي بتمشي بيه. طول ما احنا بنشغلين على نفسنا actually وبنطور من نفسنا وبنحاول نكتشف انا مين اصلا, طول ما هكون عارفة بالضبط القرارات اللي انا باخدها القرارات دي صح لنفسي. عشان انا برضو حصل كذا موقف قبل كده, مش كذا كتير قوي, ببقى خايفة اخد قرار فبسأل ناس كتير قوي حواليا هم رأيهم ايه, ارجع اقعد مع نفسي احس لا مش ده القرار اللي انا عايزاه. بعد سنين طويله قوي اكتشفت انه اي قرار انا محتاجه اخده في حياتي موجود جوايا. يس اول ما احس ان انا محتاجه اسال ناس كتيره قوي رايهم ايه, انا كده بدور على فاليديشن وان هم يدوني بيرميشن ان انا اعمل الحاجه دي. بس القرار موجود جوايا واي حاجه انا محتاجاها في الحياه اخش لجوه الاجابه هتجيلي وبعرفه بالظبط انا عايزه اعمل ايه. انتي قلتي حاجه برضو خطيرة الصراحة, علشان بحس ان احنا كلنا بنقع في التراب دي, ان انتي متضايقتيش من مامتك وباباكي ان هما كانوش موافقين في الاول عشان انتي يعني عرفتي تسامحيهم او لا اتضايقت قصدي يعني دلوقتي دلوقتي لا طبعا ما هو that's part of growing اكيد اتضايقتي اتضايقت جدا على فكرة لا اتضايقت و I went through phases خلي بالك I had no awareness of حاجة كتيرة قوي وكنت شايفة ان how do you not support me I'm your daughter فاهمة kind of thing وانا بقول لكم انا محتاجة اعمل كده yes yeah. بس مع الوقت بجد our parents did the best that they can with what they know و it's not fair انك because انا دلوقتي ام فبشوف نفسي مع ولادي بكل اللي انا عارفاه ده وكل اللي انا بقراه وبحاول وبجتهد اكيد I'm messing it up في حتت اكيد يعني وبالعكس دلوقتي بقى احنا عندنا الاويرنس وعندنا الاكسبوجر. زمان ما كانش فيه الاكسبوجر الموجوده بقى ولا positive parenting ولا workshops ولا هو كل حد ماشي بماما وبابا وخالتي وعمتي وكده ايوه صح. دلوقتي we have كل حاجه available to us وبرضه we're messing it up فلا we forgiving our parents it takes a lot of work كتير قوي 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 و learning برضو how to set boundaries with love من غير ما تبقي because I became very tough في وقت I kind of اللي هو I'm gonna build walls this is what I want this is who I am لا من كتر ما انا كنت خايفة ف I became extra tough with my relationship with everyone around me. خايفة من ايه؟ خايفة ان انا No, I don't trust anyone إن أنا قراري ده هو اللي هيحصل. اللي هو أنا فعارفة تبقي فجأة you realize I have wings, I can fly. بس اللي هو خايفة أقع بس محدش هيشيلني فمش عارفة أشرحها إزاي قوي بس I set boundaries. I was very new to setting boundaries in my life. I wasn't even, I had no boundaries, I had no idea. And the reason why I'm really suffering في حاجات كتيرة قوي is that I didn't know how to say no, I didn't know how to set boundaries, I didn't know and it's okay أصلاً to set boundaries. ففي الأول setting boundaries especially with my family I did it in a very tough way. It wasn't something that happened to me like this in a nice way. It happened first in a tough way بعد كده I started to soften شوية وابتديت أفهم إن فكرة you can tell someone I love you and but I need my space. بس برضو في boundaries بس في boundaries yeah. عشان احنا برضو انا بحس ان احنا متعلمناش. انا كنت كده انا مكنتش عارفة احط boundaries بحب بالزبط. كنت بقفل yes. عشان خايفة ان الباوندري بتاعي حد يعدي عشان انا كنت لذيذة معاه فهو فاهم ان مفيش boundaries. مع الوقت بتكتشفي ازاي تحطي boundaries
برضو to give love وفي حب وكل حاجة, بس دي الباوندريز بتاعتي, ده اللي أنا محتاجاه وده اللي أنا عايزاه, وبعد إذنكم محدش يعدي الباوندريز بتاعتي. yes. which I think is very important كمان لما بتيجي تاخدي قرار مش كل الناس اللي حواليكي موافقة عليه. مهم قوي ان انت تحطي الباوندريز دي عشان تعرفي تعملي الحاجة اللي صح ليكي وصح برضو لأولادك. طبعا and I think a big part of this what helped me قوي is therapy في الوقت ده. Okay. Therapy gave me the tools اللي أنا محتاجاها عشان أعرف أنا مين. ماشي خلاص فهمنا أن أنت مش عايزة validation, بس عشان تعرفي تكملي part of it is therapy to help you بقى أن أنت تلاقي it's tools, it gives you the tools for you to realize how to do what you want to do. It's amazing أن أنت كان عندك ال bravery أن أنت تاخذي قرار تروحي therapy, عشان برضو لحد دلوقتي دي مش حاجة عادية قوي, مش حاجة بنتكلم فيها عادي جدا مع معظم الناس. ففي وقت انت ممكن تكوني حاسة يمكن انه كل حد ضدك وانت بتحددي تاخدي قرارك, في نفس الوقت برضو روحتي and decided هروح لثيرابي كمان وانا في الحتة دي. عملتي ده ازاي؟ like اللي خلاكي او الاحساس اللي كان جواكي بيقولك ده اللي انت محتاجة دلوقتي؟ Honestly one of my best friends هي she had been going to therapy بقى لها سنين وكانت حاجه طبيعيه قوي بالنسبه لها, اللي هو العادي حاجه طبيعيه جدا. فجت في فتره كده قالت لي I think you're going through depression, I know you don't feel it, بس كنت بنام كتير قوي, كنت okay. بنام في اليوم this is a sign of for me it was a sign of depression. كنت بنام مثلا بال 13 ساعه وابقى تعبانه طول اليوم. في حاجه ثانيه بتبان على الواحد apparently I had no idea خالص. فقالت لي I think you're going through depression, I think this is a good time for you to seek professional help. طبعا لما قالت لي كده I'm like fine. بجد ما كنتش عارفه اي حد بيروح لثيرابي غيرها. yeah. وكنت حاساها يعني اللي هو انت you need therapy kind of I used to tell her اللي هو ممكن تبقي انت محتاجه therapy بس I don't need therapy. انا كويسه انا تمام. therapy ايه؟ ما كانش فيه اصلا الاويرنس بجد. من ده اكتر من يعني من كام سنه مش فاكره, يمكن من 8 سنين قريب قوي. 8 سنين ما كانش فيه الاويرنس خالص اللي موجوده دلوقتي, ما كانش حد بيتكلم عن الموضوع. الناس اللي كانوا بيروحوا ثيرابي بجد they were very very ما بيقولوش لحد عليها. كان في الوقت ده ان حد يروح لثيرابيست بيقولوا عليه تروح الدكتور نفساني, لا ما تقوليش لحد, انت مش محتاجه يا بنتي, انت زي الفل, خشي صلي لك ركعتين وادعي ربنا وانت زي الفل وقولي الحمد لله. انت تقولي الحمد لله في حاجات عندك مش عند ناس كتيره يعني. فده كان اللي انا بسمعه يعني انا شخصيا, ده كله كان بيسمع كده. فبحس ان برضو الناس اللي في حياتنا ربنا بيبعت الناس دي بسبب الاسباب يعني they're a blessing من اصحابنا our families لكل حد بيجي في حياتك بيدخل في وقت معين whether بيكمل او بيبقى ليه فتره وبتتعلمي منه حاجه او هو يتعلم منك حاجه. فصاحبتي اللي بقولك عليها دي هي اللي اصلا حطت موضوع ثيرابي ده في دماغي ان مش لازم تبقي بتنهاري. انا شايفه ان انت ممكن تبقي مكتئبه بس مش لازم تبقى حياتك بتنهار عشان تروحي ثيرابي, ممكن تبقي كويسه على فكره وراح تشتغلي على نفسك, عايزه تبقي حد احسن. فالفكره جت من هنا. ما كانش انا الصراحه خالص ان انا صحيت من النوم قلت عايزه ثيرابي, عشان عمري ما كان عندي تجربه في القصه دي. وابتديت بقى ادور ساعتها اروح اسال يعني اروح لمين مش عارف ايه كده, والموضوع ابتدى من هناك يعني ان مش عيب ان الواحد يقول انا محتاجه مساعده. والمساعده دي مش مثلا كنت بقول لمامي, كانت مامي تقعد تقول لي ليه يعني بقى انا موجوده يعني تروحي تكلمي حد غيري, اقول لها يا مامي انا ده مش بيقلل منك كأم خالص, بس انت مش دكتوره زي مثلا بقى متعوره في ايدي وتقولي ليه يعني بقى انا موجوده تروحي الدكتور يحط لك يا خدي اهو حبه دقيق يعني. فابتديت اشرح حاجات ان ده ما بيقللش من اي حد, المساعده دي ما بتقللش من اي حد في حياتك ولا من جوزك ولا من مامتك ولا باباكي, بس محدش يقدر ياخد البروفيشنال هيلب ده ويحطه في حته ثانيه. صح, عشان ما عندهمش التولز مش اكتر من كده بالزبط. يعني المعلومات اللي عندهم لحاجه معينه, بس الحاجه اللي انا محتاجاها معلومات تانية خالص وتولز تانية خالص. ومش عيب ان الواحد يقول انا محتاج مساعده في اي حاجه. عامه بحس ان احنا ما اتعلمناش ازاي نسال, لايك نرفع ايدينا نقول انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه ومحتاجه مساعده. عايزه اقول لك حاجه من الحاجات اللي بجد اتغيرت فيا, انا عمري ما كنت بيبقى عندي اصلا the courage to say I need help. وده معناه ان انا كنت ضعيفه قوي, من كتر ما انا ضعيفه انا مش عارفه to ask for help. دلوقتي بصي عليا بس والنبي ساعدني
to my brother والنبي روح خد بس الولاد وديهم I ask for help because I know how strong I am بس مش مطلوب مني ان انا اشيل كل حاجه لو حد يقدر يساعدني في حاجه ما عنديش مشكله خالص ايوه عارفه جمله it takes a village it does it does زمان ما كانش حد بيخلف كده لوحده والله it takes a village كل حد في حياتك بيبقى ليه whether a direct effect أو an indirect effect على الولاد أيوة صح كل ما واحد ياخد قرار في حياته بياخد قرار عشان هو مقتنع بالحاجة دي إن هي تبقى في حياته فأنتي لما قررتي تتجوزي لتاني مرة إيه الحاجات اللي جواكي اللي أنت حسيتي that you healed from خلتك جاهزة تتجوزي بصي أنا بعد ما طلقت كل حاجة فيها اتغيرت وكنت في الوقت ده اكشلي كنت لسه تميت 30 سنه ففعلا اتغيرت كبني ادمه اتغيرت كتفكير كبني ادمه وحصل لي تغييرات عشان الثيرابي وعشان كنت بجد شغاله على نفسي في كل حاجه يعني البروفيشنال هيلب الفتره دي كان حصل لي تغييرات كتيره قوي ممكن تقولي ان لمده 10 سنين انا كنت متجوزه 10 سنين okay, wow. التغيير اللي فيا ما كانش فيه تغييرات قوي يعني okay. بالعكس كنت مركزة قوي في جوازتي كنت مركزة قوي ان to make things work و to make this marriage last فما كنتش شغالة على نفسي كنت شغالة على الجواز واكيد برضو يعني انا بشوف يعني من اختي وصحابي ان انت مركزة برضو مع العيال قوي فمش ما عندكيش وقت تفكري في نفسك قوي يعني هو ما فيش option تفكري في نفسك حتى لو عايزة يعني وزيت ان انا خلفت ورا بعض وكده ف ما كانش عندي المساحة ولا في دماغي ولا القدرة أصلاً إن أنا أشتغل على نفسي okay. فلما بقى طلقت ولقيت نفسي إن أنا في مساحة كبيرة قوي فاتتني في العشرينات ما اشتغلش على نفسي فيها ولا تفكيري وكنت كمان في حاجات فيها دلوقتي موجودة ما كانتش موجودة يعني أنا دلوقتي بعرف أي موقف أشوف الحتة الإيجابية اللي فيها okay. أي موقف يعني مريت بحاجة كتير قوي في حياتي الحمد لله عندي دي حاجة من الحاجات اللي أنا اكتسبتها من الشغل على نفسي لا it's gonna be okay ومش مشكلة ممكن ننهار دلوقتي وعياتي وتضايقي وزعلي وكل حاجة بس في الآخر هو ربنا وعدنا إن مع العسر يسر مش بعده فهو it's going to be okay فدي حاجة اتغيرت فيا جدا إن أنا كنت دايما بشوف زمان الحاجة الوحشة ده دي هتبوظ ده دي مش هتحصل ده كده خلاص الدنيا تنهار ف لا ده انا كنت كده وكنت على طول مستنيه حاجه يعني مستنيه عشان مستنيه هتحصل كارثه وكانت حاجه تانية برضو فيا ان كنت بستسهل قوي ان انا ابقى الضحيه بتاعه الموضوع اسهل حاجه كنت بعملها you point fingers and you say he or she did that to me they put me in this situation لا هو انت حصل ان انت اتحطيتي في المكان ده قرارك او مش قرارك خلاص هو دلوقتي الموضوع مسؤوليتك ان انت تتعاملي معاه ففي الفتره دي انا تميت بقى 30 سنه ولسه مطلقه بعد 10 سنين المساحه كانت كبيره قوي بالنسبه ان انا اشتغل على نفسي على صحتي النفسيه على صحتي my mental well-being my emotional well-being وعلى شغلي ابتديت بقى ان انا عايزه اثبت نفسي لبابايا فالموضوع دخل اكستريم قوي strong independent woman I'm a strong independent woman وهعمل كل حاجه لوحدي كل حاجه لوحدي ومش عايزه مساعده من اي حد وانا جامده جدا وانا ناجحه جدا 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 في كل حاجه فدخلت برضو في حته مش انا قوي ما هو انا ماشي ما انا قويه بس مش لازم امشي اقول انا قويه مش لازم هو انا ممكن ابقى قويه كده يعني فدخلت الفترة دي كنت شغالة على نفسي بس من كتر ما أنا يمكن كنت طالعة حاسة أن أنا ضعيفة قوي كنت عايزة أحاول أثبت العكس تماما في كل حاجة فلقيت أن أنا برضو قرار جواز بالنسبة لي كان أن أنا عندي values في حياتي وبليفز فكل حد بيعيش على حسب values بتاعته قيم كل حد بيعيش على حسب القيم بتاعته وتفكيره وأنا كنت في الفترة دي في حياتي كنت شايفة أن أنا واقفة على أرض ثابتة وفعلا كنت على أرض ثابتة إن عرفت أبتدي أبني لنفسي الحياة اللي أنا شايفاها هي دي الحياة اللي أنا عايزة أعيشها فساعتها خدت قرار إن أنا خلاص أنا واقفة على أرض ثابتة وعارفة أنا عايزة إيه وشغلي ماشي كويس جدا وحاسة إن أنا الحاجات اللي قبل كده اللي أنا حسيت كنت محتاجة أتعالج منها نفسيا أو الحاجات اللي أنا كنت حاسة بيها بالنسبة لي بحس إن الجواز نصيب عامة حتى لو أنت بتقرري أو لأ هو فعلا بيحصل في الوقت اللي هو نصيب فيه
وكنت في الوقت ده كان عندي المساحه في حياتي، ولادي كانوا صغيرين، كل حاجه كانت بتقول لي ده وقت كويس ان انت تتجوزي فيه. بس هو لما الجواز سن صغير غير الجواز سن اكبر مش كبير، ان وانت صغيره انا اول مره طلعت من الجواز ما كانش في اونرشيب لحاجات كتيره. يعني كان في، طب ما انا كنت صغيره ما كنتش فاهمه، ما كنتش عارفه ان يمكن احنا شخصياتنا مش ماشيه مع بعض، ما كانش عندي الوعي كفايه. فبتبقي اللي هو الهيلينج بيبقى احن شويه. احن ليه؟ ان I didn't know any better. يعني حاولت مش غلطتي قوي، ما كنتش عارفه. يعني لما بتتجوزي وانتي اكبر، ما لهاش علاقه تاني مره او اول مره، بس وانتي اكبر فانتي بتبقي واعيه اكتر. صح. وفي خبره اكتر. صح. في الحياه عامه. صح. لا بتبقي you hold yourself at a much higher standard وaccountable. مش ان انتي blaming yourself، لا مفيش لوم، على قد ما هو في ownership. بس دي حقيقة. and you realize دي حقيقة. وحاجة كمان بتحصل انك بتاخدي بالك ان you're the constant in the relationships. انتي الكونستنت. ومش معناها ان انتي عشان دخلت في حتة دي برضو ان I'm the problem. لا، هو عارفة اغنية بتاع تايلور سويفت it's me. لا، هو مش انا المشكلة، انا الكونستنت. yeah. فالكونستنت دي انا مش مشكلة محتاجة تتحل. بس انا يمكن يبقى عندي relationship patterns عايز اشتغل عليها. صح. بتدخلي في level لو انتي بقى بجد صادقة مع نفسك، طب انا ليه بعمل الاختيارات دي؟ وليه الاختيارات دي مش صح ليا؟ طب ما نشتغل بقى على الريليشنشيب باترنز دي، ما تشتغلي على الاونرشيب دي، ما دام انت بتشتغلي على نفسك ويور هولدينج يور سيلف ات هاير ستاندرد. مش ان انا بلوم نفسي، لا، تعالي بقى نفتح بجد ورقنا كويس. yeah. ونشتغل على الحاجات دي عشان ما تقعديش تعملي نفس الغلطات دي تاني. صح، دي حقيقه. عرفتي ازاي؟ يعني انا بحس من اصعب الحاجات الصراحه، وانا شخصيا مش عارفه ازاي يعني ام ممكن تتعامل مع الموضوع. لو عندك عيال بحس من اهم الحاجات ان انت تتكلمي معاهم، تساعديهم ان هم يعرفوا يستوعبوا اللي بيحصل ده بطريقه صح وطريقه ايجابيه مش طريقه سلبيه، عشان بحس ان هي ما تاثرش على حياتهم بعد كده. ومعظم الناس بتهيألي ما عندهاش الوعي الكافي او النوليدج ان هم يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الموضوع. انت عملتي ايه؟ نفسي قوي اقول لك ان انا عرفت، عشان انا لسه بعرف. يعني عشان الطلاق بالنسبه للاطفال على حسب سن كل طفل والام بتطلق. فمثلا في ميزه وعيب ان تطلقي في سن صغير، الولاد يبقى سنهم صغير، وميزه وعيب لما تطلقي الولاد سنهم كبير. انا الاكسبيرينس بتاعتي في السن الصغير، لما بتبقي في سن صغير الولاد بكل شويه بيكتشفوا حاجه وبيتعلموا حاجه عن حياتهم، فبييجوا يسالوكي. فما بتبقاش مره واحده تعرفي تعمليها، هو انت لازم كل ما هم بيكبروا انت بتكبري معاهم وتعرفي تقولي لهم ايه وتكلميهم على حسب سنهم. فما دام طفل ابنك او بنتك جت قالت لك سالتك سؤال، معناها ان هي عارفه حاجه او حاسه بحاجه. فما تحاوليش، يعني اللي انا فهمته بقى مع الوقت، ما حاولش ان انا احسسها ان سؤالها ده ملوش مجال، او ان هي لا ما دام سالته يبقى هي حاسه بيه. زي ما انت تروحي تسالي حد عملت حاجه بتبقي انت اوريدي عارفه، بس هم ما بيعرفوش يسالوا السؤال ازاي. صح. واللي انا اتعلمته كمان ان كل سن وليه طريقه تتكلمي بيها، وما تقوليش حاجه اكتر من اللي هم عايزين يعرفوها. فبتقولي حاجه مثلا، بتسالك هي سؤال معين، فبتردي على قد السؤال. اوكي. ما بتجوديش. don't overshare. اصل انا oversharing قوي عامه في الحياه، فاللي علموني not to overshare are the kids. اوكي. ان تسال ردي على قد الاجابه، بس على قد السؤال. اوكي. فالفرق ما بين سن ولادي كمان ان انا بنتي ما لحقتش خالص تعيش في بيت فيه اب وام، كانت صغيره قوي، كان عندها سنتين. اوكي. فمع الوقت هي she always has the what if. ابني كان اكبر شويه فعاش ومر بتجربه العيله في البيت، فعاش حاجات هي ما عاشتهاش، فالاسئله بتاعته غير الاسئله بتاعتها. أوكي. وشخصيتها غير شخصيته، فهي مش قاعده واحده مشيت عليها. أوكي. وحاجه برضو دايما بعملها ان انا بحب اروح للناس اللي فاهمه. فعندي كذا حد من اصحابي اصلا حاجه اللي هو personal their child psychologist، فبتكلم معاهم، او بروح لبيد بروفيشنال، حد العلاقه بس سكن اكسبرت، وبرضه بتكلم معاهم. وفي الاخر بعمل الحاجه اللي انا بطريقتي انا كمامتهم، وادر بقى طريقه الكلام او الاجابه،
بالطريقه اللي انا حاسه بيها هو ده الصح. فيروز اللي بحب قوي فيكي والله ان انت ما عنديش مشكله دلوقتي طبعا دلوقتي احنا خلاص عارفين ان انت تسالي على المساعده. علشان معظمنا صعب قوي ان احنا نسال على المساعده عشان احنا ما اتعلمناش ازاي نعمل كده. يعني حتى في حته ان انت عايزه تعرفي ايه احسن حاجه وافضل حاجه اعملها مع ولادي، ان انا لو انا ما عنديش المعلومه اروح اسال حد عنده المعلومه وارجع اشوف عيالي هم مين اصلا في الموقف اللي احنا فيه واحاول اشرح لهم ايه اللي بيحصل على قد ما اقدر، ولو انا ما عنديش الاجابه مش هرد دلوقتي، هرجع لهم تاني بالرد الصح. يعني انا دايما بحس في اسئله بجد عند العيله انا ما عنديش اجابه ليها، بس دايما ببقى بتاكد ان يوصل لها ان انا بحبها وان انا يمكن مش عارفه هي حاسه بايه، وبقول لها انا اللي انت حاسه بيه ده انا ما مريتش بيه، فانا يمكن مش فاهمه بس هحاول ان انا افهم انت حاسه بايه، عشان مهم قوي ان الولاد يبقوا دي فيل فاليديتد في الفيلينجز بتاعتهم. صح. وانا فعلا ما اعرفش هي حاسه بايه عشان انا ما مريتش بتجربه ان مامتي وبابايا اتطلقوا في سن صغير. بالعكس ان تجربتي عكس تماما اللي هي بتمر بيه، ويمكن انا عشان خلفت في سن صغير قوي بجد ما كنتش عارفه ازاي ابقى ام، فقررت ان انا هبقى صاحبتهم. صاحبتهم بباوندريز، يعني دي مهمه قوي بالنسبه لي ان مش صاحبتكم كده يعني انتوا تحترموني انا برضو ام انا ام. ف بس اللي انا فهمته يعني مع الوقت ان ممكن ابقى صاحبتهم وفي باوندريز، بس الفرق ان هم بيحترموني مش بيخافوا مني. وكان مهم قوي بالنسبه لي ان ولادي ما يخافوش مني، عشان الخوف ده مش بيبطلهم ان هم يعملوا الحاجه، هم بيبطلهم ان هم يجوا يقولوا لي ان هم عملوا الحاجه. اوكي. فدي كانت مهمه قوي، ان كان نفسي يعني حاجه من الحاجات اللي دايما كنت بحلم بيها ان انا ان شاء الله لما اتجوز واخلف ان احنا هنبقى اصحاب، وهيبقوا لما يكبروا ان شاء الله هم اللي عايزين يخرجوا معايا وعايزين يقعدوا معايا. وفعلا دلوقتي بشوفها، يعني انا ابني بريتين يعني المفروض ان هو يبقى عايز يبقى مع اصحابه طول الوقت، لا في ريتشولز كده عاملينها وفي حاجات بنعملها كانا وهو واخته، خلاص يعني بقيت حاسه فعلا ان احنا اصحاب، وده ساعدني قوي ان انا بام. يعني هو انا عملتها بالعكس عشان بتحسي بيهم يعني وبتحسسيهم ان انت حاسه بيهم. عشان انا بحس معظم الوقت لما بحس انه بسمع يعني الشكاوي الاهل مع الاطفال هي حته انه الام او الاب انت مش حاسس بيا، انا بقول لك حاجه وانت مش حاسس بيا، بس كون ان انت عارفه تقول لهم انا ما مريتش بده بس انا حاسه بيكي وانا متفاهمه وانا اسفه ان انت حاسه كذا، وخلينا نحاول ننافيجيت اللي انت حاساه ونخش في حته تانية مع بعض. عشان انا بحس كبني ادمين عامه على طول عايزين نحس ان احنا عندنا كونكشن. Yes. يعني انا بالنسبه لي بالذات ليلى، اكشلي ليلى جت في وقت انا ما كنتش عارفه انا مين، كان عندي ايدنتيتي كرايسيس مرعبه بجد، انا مش عارفه انا مين، مش عارفه انا بحب ايه nothing. كان كل حاجه بعملها بيست على الجواز اللي انا كنت متجوزاه، يعني I'm a people pleaser قوي، فدايما كنت بشيب نفسي بمولد نفسي على حسب العلاقه اللي انا فيها. فليلى ما تعرفش لحد النهارده ان she inspired me ان انا ابقى الشخص اللي انا فيه النهارده. كنت بشوفها بتعمل حاجات كطفلة عندها 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ايه ده she's so determined، طب انا كمان ابقى ممكن ابقى determined. ايه ده she's so persistent، فكرتني she reminded me of who I am before the world told me who to be. حتة بتاع كده بجد. and ممكن تبقى لما بقولها كده ممكن يبقى حد اللي هو مش قوي كده، لا هي قوي كده. ليلى من الاشخاص زي ما بقول لك ربنا بيبعت لنا ناس. ايوه فعلا she reminded me of who I am، فبقت صاحبتي. يعني ليلى بقينا اللي هو انا وعلي ريليشن شيب مختلفه، وانا وليلى ريليشن شيب ثانيه خالص، اللي هو ممكن she's my favorite person، احنا نروح انا اشرب كوفي وهي دلوقتي بقت لهم يا بسيب، بس we just go out we're friends. فده ساعدني قوي 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 ان احنا انا كبرت معاهم وبكبر معاهم. يعني having kids in your 20s now بشوف الرقم ده اللي هو ازاي عندك 24 سنه وتخلفي ولا 23 سنه صغيره. ف I didn't take it as in I need to know everything. لا وبتعلمت ان انا اتاسف معاهم، اتعلمت معاهم حاجات كتير قوي و I tell them all the time، فبيبقى في دايما connection معانا beyond a mom and her kids. It's amazing والله. انت حاسه اتعلمتي ايه عن نفسك عامه في مشوارك، يعني عامه يعني مش بس بالطلاق بس في مشوارك عامه من اول لحظه كان عندك 23 سنه 24 سنه لحد دلوقتي، ايه الحاجات اللي انت اتعلمتيها عن نفسك؟
بصي هبتدي بالحاجات الحلوة عشان أنا دايما طول عمري كنت فاهمة. لا اتعلمت ان انا بجد جينيولي قلبي حلو، يعني حاجة من الحاجات اللي انا مهما حصل لي I have a very very pure heart، بحب الخير للناس وبحب ان انا اشوف الناس كويسة، دي حاجة من الحاجات اللي بحس موجودة فيا. بس يمكن قلبي الحلو قوي ده برضو ممكن بيحطني في مواقف ان انا دايما بشوف الحاجة الحلوة بس في الناس، ما بشوفش ممكن يبقى في ناس، على فكرة مش كل الناس قلبها حلو، مش كل الناس نفسها في حاجات كويسة ليكي. فالحتة الحلوة دي ساعات بتخليني ابقى دريمر قوي، بتخليني ابقى في بابل شوية ان كل الناس حلوة وكل الناس ايه يعني لا. فتعلمت ان لا، المفروض ان انت you don't have to be this person مع كل الناس. يعني في ناس بتبقي معاهم with your open heart وكل حاجة، ومش كل حد gets the side of you خالص. في ناس ممكن تبقى علاقتك معاهم شغل بس، مش لازم تبقي this pure heart just عادي. يعني ممكن تبقي كده بس بboundaries. بboundaries بالظبط. فتعلمت ان انا محتاجة موضوع الباوندريز ده في حياتي بجد it saved me. عشان قبليها كان كل حاجة داخلة على بعضها وموضوع كان متعب جدا. It was exhausting being myself. اتعلمت زي ما بقولك ان انا محتاجة ابقى صبورة عشان انا ما عنديش patience. فقراراتي ساعات بتيجي سريعة جدا جدا جدا. وساعات بتيجي كده الحمد لله القرار السريع ده I'm a risk taker and this is why I do what I do. I'm an entrepreneur. ف it's a good thing في الشغل، بس في الحياة الشخصية ان انا اهدى عن نفسي شوية. تعلمت ان انا overthinker مرعبة، عندي overthinking مرعب، فتعلمت ازاي اهدي شوية يعني. الoverthinking عامة هو غالبا السورس بتاع الاكزوستن بتاعك، رعب. بتحس ان انتي بجد مرهقة وتعبانة على طول لو مخك مش بيوقف خالص. يعني اتعلمت I think السنة دي بالذات كمان ان هيلينج مش شرط يحصل وانت قاعده في ثيرابيست اوفيس. يعني انا دخلت قوي 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 في الحته بتاعت انا هشتغل على نفسي قوي، فلقيت نفسي ما ده برضو مش صح. بجد كل ما تزيد عن حده بيتقلب ضده في كل حاجه في الحياه، حتى شرب الميه. لو شربتي ميه بزياده مش كويس، او اكلتي فاكهه بزياده مش كويس. نفس الحاجه في ان انت تشتغلي على نفسك، مش معناها ان انا كل وقتي وكل مجهودي وكل طاقتي رايحه ان انا بسمع بودكاست وبروح للثيرابيست وبروح للهيلر وبقرا كتب وبعمل جورنالينج. نو يعني حصل لي سويتش كده السنه دي في الصيف. كنت اول 6 شهور من السنه بجد كل اللي انا بعمله بشتغل وثيرابي وشغاله على نفسي والقصه دي كلها، وما كنتش اكسبيرينسينج لايف. وقفت كل حاجه ثانيه من كتر ما انا كل مجهودي رايح منتلي، ما كانش حتى عندي طاقه ان انا العب رياضه بجد فيزيكلي، ما كانش عندي طاقه. قررت ان انا في الصيف انا هوقف ثيرابي، هوقف كل القصه دي، هوقفها اروح اقعد على البحر مع ولادي واتبسط. وفعلا there is healing in nature, there is healing in people with people, there is healing in experience, there is healing in living. ده مع ده لازم تلاقي البالانس بتاعك. ما ينفعش اقعد مديتيت طول اليوم واشتغل كل، ما ينفعش. You use these as tools to live your life. فده مهم قوي ان الواحد برضو يعرف ينافيجيت يعني ايه اشتغل على نفسي. Because you're not a project that needs to be fixed خالص. صح. ما ينفعش تدخلي spiral down قوي و it's not good for you ان انت تبقي دايما جوه دماغك وبتحاولي تصححي وده حصل وده كان هيحصل ولا كان مفروض. لا. Live your life. Get help where you need help. Therapy برضو انا شايفة for me it's not an all year kind of thing. If I need help في حاجة معينة هروح therapy. مش دايما طول الوقت I'm trying to fix myself. وعندك الاوبشن. انا فاهمه ان انا هيجي لي فترات هحس ان انا بقيت احسن، وفترات لما اوصل لليفل تاني هحس ان انا محتاجه مساعده. والجيرني بتاعت لايف عامه بحس انه الموضوع مش لينير يعني خالص. وهيلينج از نوت لينير. وبتحسي ان انت انا بقيت كويسه قوي وتمام وزي الفل، ان انا بيحصل لك دروب فبتحسي ان كل ده راح كاني ما عملتش حاجه. لا يس ده اللي حصل لي. بحس لو بجد انا اشتغلت على ولا كان اي حاجه. لا بس لما بتطلعي ثاني بتطلعي اعلى كمان من المكان اللي انت كنت فيه. بحس المشوار بتاع الحياه عامه ان احنا على طول هنشتغل على نفسنا. اول ما اكتشفت ده وكان عندي خلاص بقيت متصالحه مع الموضوع ده بطلت اتضايق. عشان كان بيجي لي فترات اشتغل على نفسي احس ان انا احسن، بعديها بفتره احس ان انا لا انا ما بقتش احسن. انا افتكرت ان انا بقيت احسن، لا بس انا بقيت احسن بس انا في حته تانية خالص. وطول ما احنا عايشين
هنفضل نشتغل على نفسنا ودي طبيعة الحياة ومش لازم انهار كل ما اكتشف ان انا محتاجة اشتغل على نفسي. فانا اول ما لاحظت ان ده دي طبيعة الحياة واي موقف بيحصل لي بيحصل لي عشان اتعلم حاجة منها لقيت عندي رضا رهيب وبدأت اتضايق وبدأت يبقى عندي غضب وبدأت ان انا ابقى زعلانة من الناس وبدأت بجد حاسة ان انا عندي حب لنفسي وعندي حب للناس اللي حواليا وعندي حب للحياة وعايزة على طول ابقى بمر باي حاجة تخليني احس ان انا محتاجة اشتغل على نفسي عشان دي الطريقة اللي احنا بنحس بيها ان احنا عايشين. بتهيألي احنا برضو كنا عايشين في مجتمع كل حاجة لازم تبقى كويسة فلو الحاجة مش كويسة يبقى في حاجة غلط. لما كبرت اكتشفت انه مش كل حاجة تبقى كويسة على طول وده الطبيعي الطبيعي انه مش كل حاجة كويسة على طول. احنا تعلمنا كمان I think ان نعرف نأكسبت قوي المشاعر الحلوة مبسوطة excited ده بنعرف نأكسبتت قوي مع بعض. بس لو عندك مشاعر يعني هديكي مثلا مثال يعني انا زمان لما كنت بزعل لما كنت ببقى عندي sadness معين كنت بقعد في البيت وبفصل من كل حاجة بقفل من كل حاجة ولا مش راح الشغل النهاردة لا مش هشوف اصحابي لا مش هعمل كنت بقعد ابقى حزينة في البيت. دلوقتي لا موضوع ان انا ابقى زعلانه واقعد في البيت ده مش اوبشن. فباخد my sadness like a friend تعالي نروح كوافير ونعمل شعرين عادي I can go get my hair done وابقى زعلانه I can go to the gym وابقى زعلانه وقف لو انا عندي الارتياح النفسي مع الشخص اللي قدامي يعني I can tell my trainer مثلا في الجيم بص النهارده مش احسن يوم خالص وفي حاجه كتيره قوي في دماغي فياريت تحط ده في دماغك بس واحنا بنعمل التمرينه بتاعه النهارده. لو رايحه ميتنج والميتنج ده مع حد اعرفه شخصيا I'm not so well today بس عايز اشتغل والشغل بيساعدني فيلا نركز في الشغل. فلما بتاخدي الزعل معاكي you can show up sad by the way مش ان انت تبقي قاعده حزينه بس you can have your privacy وتعيطي وتعملي انت عايزاه بس we can show up but other emotions غير ان انا مبسوطه. صح عشان حتى لو انا صح عشان حتى لو انا زعلانه عامه في مواقف انا مش لازم ابقى زعلانه 24 ساعه يس الاحساس ده مش بيقعد 24 ساعه بالظبط مفيش حاجه بتقعد معانا طول الوقت ولا الحزن ولا السعاده هو الايموشنز دي المشاعر دي رايحه جايه رايحه زي they're like waves. صح دي حقيقه اصلا انا بحس حاجات كتير قوي بتحصل في مشوارنا واحنا ماشيين اوكي انا طبعا دلوقتي عشان انا كبرت لما برجع ورا واقعد افكر طب الحاجات اللي كانت في حياتي اللي خلتني اخد قرارات اللي انا دلوقتي شايفاها غلط انا بحس ان انا ما كانش عندي مش فاهمه قيمتي مش حاسه ان انا I deserve حاجه احسن وخايفه ما يجيليش حاجه احسن فقلقانه قلقانه وبعدين انا كنت بقعد احس اللي هو طب انا في حاجه دلوقتي وعارفه ابعادها ايه لو انا خدت قرار ان انا امشي واسيب الحاجه دي او الشخص ده انا مش عارفه ممكن يحصل ايه بعد كده. فدلوقتي في المرحله اللي انت فيها في حياتك لما تبصي لورا ايه الحاجات اللي في شخصيتك اللي انت كنت شايفاها كانت موجوده سببت ان انت خدتي القرارات دي اللي انت دلوقتي شايفاها ما كانتش ممكن ما تبقاش صح ليك. اوف ده سؤال حلو قوي على فكره ازاي كنت بس كده لا حاجات كتيرة وحاجات منها أنا لسه شغالة عليها ولسه I think ممكن أفضل طول عمري شغالة عليها. حاجة من الحاجات اللي أنتي قلتيها أن أنا كنت شايفة أن أنا ما استهلش السعادة دي قوي أو ما استهلش أن أنا أخد حاجة أحسن من كده أو lack of worth أنا ما عرفش أنتي إيه مش عارفة أنتي إيه فبساتل لحاجات ومش بس حاجات شخصيه ممكن تبقى حاجات ليها علاقه بالشغل اي حاجه في الحياه بساتل للاقل ودي حاجه انا يمكن شغاله عليها لحد دلوقتي وهفضل اشتغل عليها عشان انا my worth ولا هو لينكت لشغلي ولا هو لينكت لنجاحاتي ولا هو لينكت للحاجات اللي انا فشلت فيها او غلطات انا عملتها ولا لولادي ولا لاي حاجه ملوش علاقه باي قرار بس يمكن ده حاجة بتخليني اخد قرارات غلط واقبل باقل عشان انا مش مقدرة قيمتي دي ايه وكنت دايما بتلخبط ما بين ان انا اعرف قيمتي وان انا ابقى مغرورة او الايجو دايما في thin line كده فاقوم اول ما ادخل كده الاقي نفسي مالك في ايه مش يعني ان انت تعرفي قيمتك مش ان انت تبقي ماشية احسن من الناس كلها ولا ان انت اجمد واحدة
لا هو مش هو ده. انك تعرفي قيمتك عامه في الحياه لسه بحاول استكشف اكشلي هو ايه. بس يمكن حاجه من الحاجات اللي انا برضو بتعلمها ان ازاي ابقى fulfilled بحياتي as a single woman. دي حاجه انا عمري ما جوزت صغيره قوي وجواز طلاق جواز طلاق وعمري ما كنت برضو حتى وانا single as a teenager او في النص كنت دايما شايفه ان لا في حاجه missing there's a longing for a partner. ده طبيعي. ابتديت افهم ان ده طبيعي ان انت we're humans. The you in human is no, it's very normal. انك تبقي you want to be in a relationship. دي مش حاجه وحشه او مش حاجه غلط بس مش هي دي اللي هتحللك كل حاجه تانية. فبتعلم دلوقتي يمكن ان ما تدخليش في علاقه عشان انت مش عارفه تبقي سنجل. صح. بالعكس انت fulfill this دلوقتي. This is the time to do it. Find ways to enjoy being single because a really good friend of mine explained it to me بطريقة ومن ساعتها حصل لي a mindset shift in being single it has two coins. Okay. The first coin is the loneliness. You feel lonely. There are so many moments that you want to share with someone. Okay. The other coin, the other side of the coin, there's freedom. There is so much freedom. There's so much time. You have to learn to fill this time with things that bring you joy, with things that fulfill you. صح. So لازم تعرفي ازاي تستخدمي الحرية دي because الحرية دي وقت. وقتك ملكك. كل وقتك ملكك. يومك ملكك. تفكيرك ملكك. عايزة تسافري في حتة انت مش مرتبطة بشخص تاني. مش معناها ان انت لو مع شخص مش حرة. لا انت حرة. بس برضو ان ما انت مع بعض عشان تبقوا مع بعض. ايوة صح صح. لما بتبقي لوحدك انت عندك الحرية المطلقة انك تعيشي حياتك بالطريقة اللي انت عايزة تعيشيها. فانا فترة طويلة قوي ما كنتش عارفة اعمل ايه بكمية الحرية دي. اعمل بيها ايه. وقت كتير تفكير. ما كانش عندك قبل كده. ما كانش عندي قبل كده. وانا زي ما بقولك متربية في بيت ان احنا بنكبر نتجوز ونخلف. بنشتغل لو عايزه تشتغلي بس مش مطلوب منك تشتغلي لو مش عايزه تشتغلي. فيعني ايه ان انا ابقى دلوقتي ولادي بيكبروا وعندي الحريه دي كلها اعمل بيها ايه. ف حاجه من الحاجات اللي اتعلمتها السنتين اللي فاتوا after my divorce is اتعلمي تبقي سنجل. اتعلمي تبقي سنجل وتعلمي to enjoy الحريه بتاعتك. والحريه دي مسؤوليه على فكره. ما هي مسؤوليه كبيره بكذا. احنا بنسمع كلمه حريه في بلدنا في السوسايتي بتاعتنا ودماغنا بتروح لحاجات كثيرة. انا حرة. انا حرة في تفكيري. انا حرة في قراراتي. انا حرة. بس دي برضو مسؤولية. صح. دي حقيقة. فدي حاجة من الحاجات اللي يمكن بتعلمها وابتديت يعني I stopped resisting قوي الاحساس ان انا ممكن اتبسط as a single woman. صح. كأن مثلا كنت خايفة ان انا لو اتبسطت يبقى انا كده هتعود ان انا عايشه لوحدي طول عمري. وان انا كده مش هعرف اكريت سبيس فور بارتنر. خالص. هي دي حياتك دلوقتي مش معناها ان دي حياتك فور ذا ريست اوف يور لايف. صح صح. بس دي حقيقه. انا اكتشفت عشان انا يعني قبل كده لما صاحبت حد كنت مقتنعه خالص ان انا هجوزه. ما نفعتش وما اتجوزناش. وبعدين صاحبت حد تاني كنت مقتنعه خالص ان انا هجوزه. بس دلوقتي يعني بعديها بفتره قعدت مع نفسي قلت طب هو المشكله فين؟ المشكله فيا؟ المشكله في حق يعني ايه؟ في حاجه. بعدين اكتشفت انه في فرق ما بين ان انا ابقى lonely وان انا ابقى alone. وانا ما كنتش فاهمه الفرق ما بين الاثنين. انا ساعتها كنت lonely. كنت خايفه ابقى لوحدي، مش عايزه ابقى لوحدي، ولما ببقى لوحدي بتسمع افكاري. وساعتها كنت على طول بفكر بطريقه سلبيه، هو انا بعمل ايه في حياتي؟ هو في ايه لازمه الكلام ده كله؟ هو انا بعمل ده ليه اصلا؟ مش بسال نفسي اسئله هتساعدني اعرف الاقي طريقي. واكتشفت برضو عشان برجع اللي انت قلتيه، لما انا بقرر ابقى مع حد عشان انا مش عايزه ابقى لوحدي، القرار ده على طول بيبقى غلط. بالظبط. عمري ما هاخد قرار صح لنفسي لو كل قراراتي نابعه من ان انا خايفه ابقى لوحدي. محتاجين نتعلم ازاي نبقى متصالحين مع نفسنا، بنحب نقعد لوحدنا، مش متضايقين طول ما انا لوحدي. عشان انا برضو اكتشفت ان عندي صحاب كتير قوي كل يوم لازم نكلم حد نخرج معاه. فكره ان انا قاعده في البيت لوحدي عشان عايزه
استمتع مع وقت بوقتي لوحدي او اقرا كتاب او اقرر ان عايز اقعد في البيت لوحدي. الفكره دي مش حاجه مفهومه ومش حاجه مقبوله, بس دي حاجه صح وحاجه احنا محتاجينها عشان نعرف نتطور وعشان نعرف نتغير وعشان نعرف نكتشف هو انا مين اصلا. لو انا على طول ماليه وقتي بحاجات بعملها برايا, عمري ما هيبقى عندي وقت ابص لجوه اشوف طب ايه الحاجات اللي مضايقاني, هو انا بحب ايه اصلا, ايه الحاجات اللي ناقصاني, هو انا عايزه اعمل ايه في حياتي, هو انا لو لما اجي اقرر ان عايزه اتجوز الشخص ده محتاج يبقى عباره عن ايه, ايه الصفات اللي هو محتاج يبقى عنده اللي ماشيه معايا انا هتناسبني وهنعرف ننجح في حياتنا مع بعض ونعرف نعيش حياه سعيده. انت حاسه ان انت عرفتي تعملي كده لما جيتي تتجوزي؟ لا, انا جوازي كنت صغيره قوي, فكان تفكيري عن الجواز ان هو ده حاجه. انا طول عمري بقولك انا شايفه انا عايزه, انا عارفه انا عايزه ايه, عايزه اتجوز وعايزه اخلف وعايزه اشتغل وعايزه يبقى عندي ماي اون بزنس وعايزه وعايزه وعايزه. طب عندي سؤال دلوقتي, في الوقت اللي انت فيه دلوقتي شايفه ان ده كان صح ولا لا, ان انت تبقي very sure بدري قوي كده؟ لا, I think ده كان حاجه بيست على اللي انا كنت عارفاه في الوقت ده بالشخصيه اللي انا فيها دلوقتي. مثلا انا عارفه انا عايزه ايه, بس I'm being very flexible بامتى هتحصل, ب how it happens, وان لو ما حصلتش انا عارفه ان انا ابقى كويسه لو ما حصلتش. ودي حاجه مهمه قوي بالنسبه لي حتى في شغلي. يعني انا تفكيري في شغلي اتغير تماما. It went from hustle mode on ويلا working all the time. لا, هو مش محتاجه بقى احسن واحده في احسن حاجه, فهو انا محتاجه اعمل حاجه that fulfills me بالجولز بتاعتي financially و my goals بقى of achieving things personally ليا انا. اوكي, وامشي ورا القرار ده. القرار ده شكله ان انا هشتغل في شركه, why not, شكله ان انا هيبقى عندي my own business, you never know. ف I'm being more flexible with how things happen. صح. بس في حاجات نفسي فيها او I want نفسي ان هي تحصل, لو ما حصلتش خلاص لازم اتعلم ان انا اقبل اتقبل الحياه بالكاردز that are dealt to me. صح, عشان بحس كمان يعني اللي انت بتقولي ده حاجه خطيره, علشان بناخد قرارات انا عايزه اعمل كذا, بس الطريق اللي احنا بنوصل له بيها معظم الوقت مش بتبقى في ايدينا. ولما بجد بيبقى عندنا حته انه خلاص انا استسلمت لربنا وسايباه هو اللي يقرر ازاي الحاجات دي ممكن تحصل, بيجي لنا حاجات احسن بكتير عن اللي احنا ممكن نكون متخيلينها possible بالنسبه لنا. والحياه على طول بتسربرايزز, وبنكتشف اكشلي ان كل يوم في كل لحظه في ميركل ولا ميركل ولا ميركل, وحياتنا كلها اكشلي هي ماشيه كده. بس بنبقى صغيرين مقفلين مخنا على حاجه معينه, مش بنشوف كل الحاجات التانية اللي ربنا حطها قدامنا علشان نحاول نعيش حياه افضل بكتير ونعرف نحقق كل احلامنا. بتبقي ليميتد قوي. يعني انا في فتره كده وقعت فيها في حته المانيفستيشنز, دخلت فيها بطريقه وفعلا هو المانيفستيشنز هو دعاء, بس الفرق ما بين المانيفستيشن والدعاء انك في الاخر بتقولي يا رب اعملي الخير عشان انا ما اعرفش. انت واني مانيفست بتقولي انا عايزه ده بالشخص ده بالاسم بالطريقه, انت بتديسايد كل حاجه. وحصل لي انا بقى تجربتي بالمانيفستيشنز ان احنا عندنا الباور تو ميك ثينجز هابن بجد عندنا. بس زي ما انت قلتي ان انت ما بتبقيش عارفه ان ممكن يبقى في حاجه احسن بكتير ليكي لو سبتيها على ربنا. قولي انا نفسي في كذا, بس لو كذا ده مش كويس ليا, مش كويس لحياتي, مش كويس لاولادي, خلاص مش عايزاه. فالمانيفستيشنز دي بالنسبه لي في الاخر بقيت لا, انا مش هقرر انا عايزه ايه او فين, انا هقول انا نفسي في ايه وادعي وخلاص تيجي بقى زي ما تيجي. انا قبل ما قابلت حسين بالظبط كنت خدت قرار ان هشتغل على نفسي بس ومش هبص حواليا وبس هشتغل على نفسي. وبعدين بعد الفتره دي خدت قرار برضو انه انا مصره على سعادتي مش مصره على شخص. صح. وانا عشان ابقى سعيده لازم اكون انا محتاجه 1 2 3 4 عشان اعيش حياه سعيده. الباكج اللي بيجي السعاده دي فيها مش مهمه بالنسبه لي. صح, اي حاجه, بس انا عايزه شخص بالصفات كذا. انه انا بالنسبه لي الهيلثي ريليشن شيب بتبقى شخص اعرف اتكلم معاه
وان احنا بنعرف الحاجات اللي احنا مش متفقين عليها بنعرف ريزولف بطريقه هيلثي مش بطريقه سلبيه بطريقه ايجابيه ونتعلم ازاي نعمل كده وشخص يبقى ما عندوش مشكله ان هو يقول ماشي انا حاسس ان انا ممكن اكون غلطان خلينا افكر في الموضوع وارجع لك وانا اعرف اعمل نفس الحاجه عشان طبعا انا مش بعرف اعمل كده كل مره بس من اهم الحاجات هي فكره الكوميونيكيشن ودي حاجه ما كنتش فاهمها قبل كده خالص كان عندي كرايتيريا غريبه جدا بس انا كنت في العشرينات ومش فاهمه اي حاجه صح كنت خايفه ابقى لوحدي بس دلوقتي لازم الكرايتيريا بالنسبه لي انا تبقى حاجات معينه انا عارفاها بحس انه لما لقيت الشخص ده مش عشان هو كان حسين بس كان عشان حسين كان عنده الكرايتيريا اللي كانت قدامي اللي انا ما عارفاها تحس انت حاسه ان انت عرفتي دلوقتي الكرايتيريا اللي انت محتاجاها ايه ولا لسه بتكتشفي ده بصي انا لسه بستكشف نفسي ولسه لحد لما اوصل في مكان في حياتي ان انا مرتاحه جدا ان انا ابقى fulfilled as a single human being متهيالي قرار ان انا اتجوز تاني مش احسن قرار بالنسبه لي وام بينج فيري اونست مع نفسي ان طول ما انا الحمد لله احسن بكتير من زمان يعني انا لما اتجوزت اول مره كان بالنسبه لي اصلا الشخص ده المفروض يساعدني انا هنا وانا قاعده اهو make me happy you have one job بجد ده كان تفكيري زمان وده بريشر على الشخص التاني ده اصلا غلط ده توكسيك ده كده انت توكسيك جدا صح صح نو ذس از بارت ما هو ريلايزنج بقى الشغل على نفسك انك تقولي I was very toxic في الحته دي كان فيها توكسيسيتي مش I'm not a toxic person بس كان الحته دي غلط وده مش صح واتس نوت فير تو ذا اذر بيرسون صح واتس نوت فير ان انت تتجوزي واحد وتبقي في حاجات كتيره فيه انت مش متقبلاها هو زي الفل وبني ادم جميل وفي حاجات فيه انت مش عاجباكي وتبقي فاكره ان انت هتغيري الشخص ده اتس نوت فير ففي حاجات كتيره قوي غلط انا كان تفكيري غلط وبعملها غلط اتعلمتها ولسه بتعلم حاجات تانية بس من اهم الحاجات دي ان مفيش حاجه اسمها شخص هيجي يساعدك انت لازم الحمد لله دي ممكن اقدر اقول ان انا تشيك بعرف اساعد نفسي انت او انت على فكره علشان اللي هي الاثنين يعني انت او انت صح. طبعا يعني بحس الرجاله كده والستات ساعات بيخشوا في الريليشن شيب كده بساعد نفسي وبدلع نفسي وعندي ريتشولز كده للسلف كير بتاعي ان انا اي باي ماي سيلف جيفتس بشتري نفسي هدايا وباخد نفسي اروح اعمل مساج يعني مش مستنيه حد يجي عشان انا اتبسط انا عارفه اتبسط وعارفه اسعد نفسي فدي بيس كده معمول بس دي حاجه من الحاجات في الفولفيلمنت بتاعت بينج لوحدك فلسه بستكشف وشايفه ان دي حاجه من الحاجات اللي انا بديسيبلين نفسي فيها ان الحد لما تبقي ايه عارفه تفلفل حياتك وتعرفي تفل كل الباكتس اللي في حياتك مش بس وان باكت ساعتها بقى تبقي تشوفي if you're ready to be in a relationship صح فيروز بجد متشكره جدا ان احنا اخيرا عرفنا نقعد القعده دي واتكلمنا في حاجات ساعات بتبقى صعبه ان احنا نتكلم فيها مع اقرب صحابنا عشان بنكون خايفين الناس هتقول عليا ايه او انا اكشلي هضطر اقول ايه واكتشف ايه عن نفسي فان انت يعني خدتي القرار ان احنا نقعد القعده دي بجد شكرا 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 and I can't wait to see what you do with your life it's amazing سهلتي عليا الموضوع جدا وبجد كلام معاكي الواحد ممكن يبقى الحاجات اصلا مش مبسوط يقولها بس it felt really comfortable to talk to you مبسوطه ان وي فايند ذا ثانك يو ثانك يو اوكي فيروز عايزه اخلص القعده بتاعتنا مع بعض ان انت تخلصي لي جمل يو بحب قوي الحاجات دي بقعد بقى افتكر الرد بعد ما اروح في العربيه ايه كان المفروض اقول لا بس استني طبيعه القعده اللي احنا قاعدينها أيوة. انه كل حاجه بانستي وبوبنس وكل حاجه خلاص ما فيش اوبشن تاني انا فيها اوكي انا نفسي كنت اعرف نفسي كنت اعرف ان مش كل حاجه بايدي ان لو كنت عشت حياتي بتوكل وto surrender in life كنت هبقى أهدى أكتر بكتير من كده أنا جاهزة إن أنا سامح نفسي محتاجة برضو على قد ما أنا سامحت نفسي في حاجات محتاجة سامح نفسي فيها أكتر الحب هو الحب هو الأمان إنك تبقي حاسة بالأمان مع
الشخص أو في العلاقة اللي أنت فيها. inner peace هو inner peace هو أهم حاجة في الحياة. إنك تبقي أنت متصالحة مع نفسك وعندك سلام كده جواكي، عشان لو عندك الانر بيس هتعرفي ان مهما حصل حواليكي بالدوشة والمشاكل والضغط انتي ثابتة. العالم محتاج طيبة طيبة اكتر طيبة اكتر دي حقيقة.